نفياً لأخبار تداولتها وسائل إعلام، ما زال البنك المركزي فرع عدن يعمل بصورة طبيعية ولم يتوقف النظام المحاسبي، بل إنه بحسب مدير الفرع بصدد ترتيبات ليصبح المركز الرئيسي تنفيذاً للقرار الرئيسي الذي صدر مؤخراً بنقله من العاصمة الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين. لم يعد فرع عدن، أصبح البنك المركزي عدن حتى يأتي الأقل محافظ وتستكمل إجراءات العمل في كمركز رئيسي. هناك أشياء كثيرة سنتعامل معها في المستقبل، نتمنى أن تصل خدمتنا للجميع. نحب أن نطمن البنوك والصرافين بالتزامات البنك المركزي تجاههم. القرار لاقى ترحيبا وقبولا في الشارع العدني. هذه نقلة للبنك كما القرار الأخير، إن شاء الله يغير إلى الأحسن في عدن. قرار متأخر، كان الأصل أن يصدر قبل هذا الوقت بكثير. مع بقاء حيرة البعض إزاء الصعوبات المترتبة على هذا القرار في ظل غموض المشهد الاقتصادي، ومن الصعب التنبؤ بواقع الحال، يعني فالأيام القادمة هي ممكن تظهر لنا إيجابيته أو سلبيته من خلال التعامل على أرض الواقع. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الشرعية لتفعيل المؤسسات السيادية في العاصمة المؤقتة في ظل التحديات الأمنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.